مشاهدينا الكرام، قامت عصابات إرهابية جبهة النصرة بالتسلل والدخول إلى قرية صدد التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حمص، حيث تبعد حوالي 70 كيلومتر. قامت العصابات الإرهابية بالدخول تحت جناح الظلام إلى هذه القرية والاعتداء على المواطنين الآمنين في هذه البلدة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. لكن أبطال الجيش العربي السوري تقوم الآن بملاحقة الإرهابيين داخل هذه البلدة، وقد تقدمت إلى أجزاء كبيرة داخل هذه البلدة والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير بعض آلياتهم وأدواتهم الإجرامية. سنرصد عمليات الجيش العربي السوري داخل بلدة صدد. مشاهدينا الكرام، هنا مخفر ناحية صدد، كما نشاهد عمليات الاعتداء التي قامت بها عصابات الإرهاب التي دخلت إلى قرية صدد. هذه عدد من العبوات الناسفة التي استعملتها العصابات الإرهابية في الاعتداء على ناحية ومخفر شرطة صدد. وكما ذكرنا، قامت عناصر المخفر بكل بسالة بالتصدي للإرهابيين وردهم إلى أعقابهم. تمكننا من صدهم بعون الله، ونحن جاهزين لهم بأي لحظة، نصدى لهم بأي لحظة جاهزين نحن. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في الحي الغربي من قرية صدد بعد أن قامت بواسل الجيش بملاحقة الإرهابيين. كما نشاهد بالمقابل، هذا هو دوار الدلي، حيث هناك تتواجد العناصر الإرهابية وتقوم قوات الجيش بملاحقة الإرهابيين. أيضا كما نشاهد بالمقابل، هذه هي محطة صدد للوقود كما نشاهد بالجهة المقابلة. إذن وحدات الجيش العربية السوري تقوم بملاحقة الإرهابيين في قرية صدد. دخلوا المسلحين المخربين الى المنطقة، بالضغط عليهم طبعا، وصار في مقاومة عنيفة من بعد ما استولوا على المخفر والمفرسة السياسية. الحمد لله بفضل الشباب والهمة القوية رجعنا حررناهم، واغلب المنطقة صارت بصدد آمنة. ان شاء الله ساعات بتكون صدد آمنة والقرى المجاورة لها. يعطيك العافية. الله يعافيك يا اهلا. نحن باي منطقة؟ نحن هلا بمنطقة صدد. احكي لنا شو اللي صار. اللي صار فقنا الصبح على صوت رصاص طالع ومسلحين هجمت على الضيعة، شايف؟ وبعد فترة صار المداهمات وصارت الجيش يجي، والجيش طالعون برا. مسلحين اعتدوا، ما لهم ارض، ما لهم وطن، هذول كله جايين برا، عايش بده غار، عمرته وابنه وعمين عارضه، ما له شيء. لك الله الله يا هلا. امبارح الساعة 6:15 صباحا داهمت القرية عصابات إرهابية مسلحة. عمر القرية بيتجاوز 5000 عام، من 5000 عام حتى الآن ما ظهر ولا أي بادرة من مثل هالبادرة هاي، وداهموا المنشآت الدولة وقاموا بالتخريب والحرق، إلى أنه جاء من الجيش العربي السوري وقام بدحرهم، وإن شاء الله بيروحوا تحت أقدامهم. كنا نايمين وجه الضوء، ساعة 6:15 صار انفجار، فزينا بأربعتنا ما بقى نعرف، أنا والبنات ارتعبنا شوي، ولا ضرب وتكبير والله أكبر، وقدام البيت عنا المسلحين عند البريد واقفين بالزراعة، ضلينا متخبايين لبين ما أجى الجيش. مرأة صحت اللون، يا أخونا يا أخ ابننا، تعال بس خلصونا. أجوا أخذونا من البيت والله وطالعونا، أمنونا محل أمين. أهالي صدد يشكرون الجيش العربي السوري لملاحقتهم إرهابي جبهة النصرة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدتهم. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، قرية صدد.